إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. سبحان مبدل الأحوال، من بعد ما كنا كنعيشو يعني كنقول بأن فصل الصيف هو على الأبواب، وبقينا كنشوفو يعني المظاهر ديال الناس وما كي يعني كيقصدوا البحر من أجل الاستجمام من أجل السباحة. فاليوم وأمس البارحة فجو مغاير تماما للأجواء اللي كنا كنعيشوها خلال الأيام الماضية متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا، فاليوم سماء مدينة تطوان فهي ملبدة بالغيوم. هذا هو المنظر الجميل الذي يزين سماء الحمامة البيضاء خلال صبيحة يوم الخميس 18 من ماي 2023 متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تيفي، صباح النور صباح الخير عليكم جميعا، والله يرحمنا بأمطار الخير اللهم صيفا نافعا إن شاء الله، هذا ما نتمنى. كما قلت فاليوم على عكس الأيام السابقة فحتى الجو فهو بارد متابعينا الكرام ويشبه كما قلنا متابعينا الكرام، فالجو بارد ويشبه يعني فصل الشتاء متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب. إذا كما قلنا متابعينا الكرام فخلال يوم أمس البارحة فكانت تساقطات مطرية مهمة عرفتها مدينة تطوان، واليوم صبيحة هذا اليوم يعني 18 من أبريل متابعينا الكرام فالأجواء فهي باردة نوعا ما هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء. إذن هذه الأجواء وهكذا تبدو مدينة تطوان خلال صبيحة يومه الخميس متابعينا الكرام، أجواء باردة نوعا ما هنا بمدينة تطوان، أجواء ديال فصل الشتاء وكأننا نعيش فصل الشتاء من جديد متابعينا الكرام هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء. ومن المترقب يعني مساء هذا اليوم يعني بعد السويعات يعني 3 أو 4 ساعات أن الأمطار أنها تعاود تتساقط هنا بمدينة تطوان بالحمامة البيضاء. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام وهكذا تبدو سماء الحمامة البيضاء خلال هذه الفترة من صبيحة يومه الخامس. كما كتشاهدوا معنا فبخلاف الأيام السابقة فاليوم يمكن نقول وكأننا نعيش فصل الشتاء من جديد، وخبقنا متابعينا الكرام يعني غد نعيش فصل الصيف، ولكن فجأة إذا كما قلنا متابعينا الكرام فاليوم وكأننا نعيش فصل ديال الشتاء يعني جو شبيه كما كتشاهدوا معنا. كما كنقولوا متابعينا الكرام فالجو فهو شبيه بفصل الشتاء متابعي قناة شوف تيفي، فالله يرحمنا والله يجعل هذا اليوم فاتحة خير على مجموعة من المغاربة متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تيفي بالنسبة لنا يعني بغيتكم تتفاعلوا أكثر مع هذا المباشر من خلال التعليقات ديالكم، كيف هي الأجواء عندكم بالمدن ديالكم، واش نفس الجو الذي تشاهده مدينة تطوان كما كتشاهدوا، هذا هو يعني الجو اللي كاين مدينة تطوان. سماء مدينة تطوان فهي ملبدة بالغيوم، من المتوقع جدا سقوط أمطار الخير، كما أن الجو فهو نوعا ما فهو بارد هنا بالحمامة البيضاء متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب. أول الإشارة فهذه ماشي أول مرة أن الأجواء مثل هذه الأجواء فهي تزور مدينة تطوان وترجع، يعني هذه الأجواء كتعرفها المدينة يعني بين الفينة والأخرى. والإشارة فأمطار غزيرة يعني غطت مدينة تطوان ومجموعة من المناطق المجاورة
ليس في شمال المغرب، ولكن حتى في مدن الداخل مثل فاس ومكناس وباقي المدن الأخرى. متابعينا الكرام، ولو الإشارة في بعض المناطق على مستوى واد لو، فهي عرفت تساقطات مطرية مهمة. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، إذن متابعينا الكرام صباح النور، صباح الخير عليكم جميعا، ونتمنى لكم يوما سعيدا إن شاء الله، يوم الخميس 18 من شهر أبريل. كما قلت متابعينا الكرام، فاليوم يعني أجواء فهي باردة هنا بالحمامة البيضاء، ومن المتوقع جدا إن شاء الله أن أمطار الخير أنها تساقط مرة أخرى. فنطلب من الله عز وجل أن هذه الأمطار تكون بادرة خير علينا إن شاء الله، هذا ما نتمنى. إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه الأجواء صبيحة يومه الخميس هنا بالحمامة البيضاء بمدينة تطوان، وكأننا نعيش فصل الشتاء مجددا من بعد ما كنا كنعيش أجواء اللي هي صيفية بامتياز، فرجعت أجواء ديال فصل الشتاء من جديد، وشنا أمطار الخير وهي تتساقط هنا بالحمامة البيضاء. متابعينا الكرام، فاللهم صيبا نافعا إن شاء الله، ومن المتوقع إن شاء الله أن أمطار الخير أنها تعود تساقط من جديد هنا بمدينة تطوان، فنطلب من الله عز وجل أن هذه الأمطار ترجع تتساقط، ونشوفوا الويديان، ونطلب من الله عز وجل أن هذه الأمطار أنها ما تسببش في حوادث خصوصا، وأن وقعوا حوادث كثيرة سواء بمنطقة شفشاون أو بمنطقة تطوان أو طريق الرابطة بين تطوان وطنجة. متابعينا الكرام، بالخصوص على مستوى منحدر عين الحسن اللي كيشهد كثيرا، متابعينا الكرام، يعني حوادث سير اللي كتكون مميتة. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فكاين حركة غير عادية هنا بمدينة تطوان على مستوى شارع المامون صبيحة هذا اليوم. حتى الجو فهو يساعد مجموعة من الأشخاص أنهم يخرجوا، خصوصا اللي كيمارسوا رياضة المشي أو الجري. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، إذا كما قلنا متابعينا الكرام، فعلى عكس الأيام السابقة فاليوم صبيحة يومه الخميس، فالأجواء فهي غير عادية هنا بالحمامة البيضاء بمدينة تطوان. كاين تساقطات مطرية مهمة عرفتها المدينة خلال يوم الأربعاء يوم أمس. اليوم من المتوقع أن تتساقط أمطار الخير حسب توقعات يعني الأرصاد الجوية. نطلب من الله عز وجل أن الأمطار أنها تعاود تساقط، ونشوف أمطار الخير. فاشتقنا لهذا الأمطار ديال الخير، اشتقنا لمثل هذه الأجواء التي تدخل الفرحة والسرور في نفوس الكل. متابعينا الكرام، خصوصا صوت المطر، هذا الصوت الجميل حيث الأمطار تتساقط. كذلك نشوف يعني المياه وهي تجري، فصراحة أصبحنا نحن أكثر إلى يعني الشتاء اللي عنده طعم خاص. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي قناة الشعب، كما قلت متابعينا الكرام، فبغيناكم تقولوا لنا كيف هي الأجواء عندكم في المدن ديالكم، سواء المدن التي تقطنوها داخل المغرب أو ببلاد المهجر. كل التحية والتقدير للجالية المغربية المقيمة في الخارج، واللي هو من متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، اللي كتنقل الواقع كما هو بلا زواق، وتتناول مواضيع اللي ممكنش لأي قناة أنها تناولهم من غير قناة شوف تيفي قناة الشعب، واللي هما موجودين يعني في المجتمع ديالنا، خصنا نبينوهم، خصنا نبينو الحقيقة ديالهم، خصوصا المواضيع اللي كتشكل خطر على المجتمع، فخصنا نبينوهم باش أن
الأجيال الصاعدة أنها تنتبه للم متابعينا الكرام. أمامنا أن نعملوا سياسة يعني نغطي الشمس بالغربال، فهذه سياسة غير مجدية، لأنه غادي يجي واحد الوقت وغادي يكتشفوا بأن هذا الشيء كاين فعلا في الواقع. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي، لذلك فقناتنا منفتحة على واقع الشعب وتسمى بقناة الشعب. كما قلت متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تبي، أجواء جميلة هنا بالحمامة البيضاء بمدينة تطوان، وكأننا نعيش فصل الشتاء من جديد مرتين خلال هذه السنة. جو بارد تماما، مدينة تطوان منفذة بالغيوم، من المتوقع جدا تساقط أمطار. الخير والله يرحمنا قد تنفع، هذا ما نطلبه من الله عز وجل، فاللهم صيبا نافعا إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله أننا نشوف الأمطار تتساقط مرة أخرى، ليس فقط بمدينة تطوان ولكن بجميع تراب المملكة الشريفة. كما قلنا متابعينا الكرام، فالأجواء اليوم جميلة بالحمامة البيضاء بمدينة تطوان، تزامنا مع هذه الفترة اللي كتعرف يعني تغير في حالة الطقس، واللي عرفت تتساقط أمطار. الخير فاللهم صيبا نافعا إن شاء الله. إذا متابعينا الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.